بيكم وحلقة جديدة من برنامج عين ورمضان يقربنا دايما على شبكة تلفزيون الحياة رقم واحد في مصر. ودلوقتي احنا موجودين في كواليس مسلسل من اهم المسلسلات اللي هنشوفها حصريا على شبكة تلفزيون الحياة في رمضان اللي جاي، هو مسلسل هوجن ببطولة النجم محمد عادل امام والنجم كريم محمود عبد العزيز وطبعا نجمنا الكبير عم صلاح عبد الله. وموجودين في كواليس مسلسل هنشوفه على شبكة تلفزيون الحياة حصريا في رمضان الجاي مسلسل هوجن، ومعايا نجم كبير بيشرفنا وهينور شبكة تلفزيون الحياة وتألق كبير جدا يا عم صلاح. أهلا بيك يا عم صلاح. أهلا حبيبتي يا شيري، كل سنة وانت طيبة والسادة المشاهدين كلهم طيبين، رمضان كريم علينا جميعا ورب دايما في خير وسعادة وسلام وأمان. يا رب يا رب رمضان يقربنا وكل سنه وحياتك بألف خير. الله يخليك. احنا واخدين اللبس بتاع الكاركتر والكاركتر واخده ايه كده في وشها يا عم صلاح؟ خلاص بقى هو صوته طلع في الاعلان بالظبط. احنا قبل كده ما كنا رافضين تماما ان تنزل اي صور ولا اي حاجه، اما نزل بقى الاعلانات والبوسترات والدعايات والحاجات دي خلاص بقى بهلول الحمش بقى، فانا طالع من مشهد بالظبط. احنا خاطفين عم صلاح من المشهد على طول. طب بهلول الحمش هو حمش ولا ده اسم بقى ولا ايه؟ هو حمش بقى بس بطريقة مختلفة. ما الحماشة حتى الحماشة بقت أنواع مش كده ولا ايه؟ أكيد. في حماشة مفيدة، في حماشة مضرة، ما بتبقاش حماشة بتبقى عكس الحماشة، بس هو صاحبها بيتخيل انها حماشة. ايه رأيك بقى؟ اديني شرحت لك الحماشة بتاعت بهلول. احنا كده عرفنا السر بتاع بهلول. بس طبعا بهلول من غير النضارة دي دي نضارة صلاح. بس بهلول واخد المطوة دي في وشه صح؟ دي علامة. هو مسميها. والسنة لونها ايه يا عم صلاح؟ طب بصي انا عشان خاطرك انت عشان خاطر عيونك، هو بهلول الحمش مسميها علامة الشرف. أوكي. البيشلة دي هو مسميها علامة الشرف. هنكتشف بقى فوقا في الأحداث يعني علامة الشرف دي إيه سببها وإيه حقيقتها. عم صلاح أنا شفت لكم الصور بتقول إحنا صور وإحنا بنضحك وصور وإحنا مكشرين، إيه حكاية الصور دي يا عم صلاح؟ شفت الصورة دي؟ شفت الصور دي. بصي وإحنا بقى بنعمل بيسموه إيه اللي هو الفوتو سيشن. أيوه. عشان تعرفوا أنا في الحركات دي يعني مش قوي يعني. بس أصل بقت موضة جديدة حلوة بقى حلو ماشي. فقلنا نتصور صورة فأمه اللي هو محمد إمام يعني، بس عشان احنا بنقول له أمه أمه أدينا عرفنا سر عن محمد عادل إمام اللي هو ابني وحبيبي وصاحبي محمد إمام أو هوجن، قال إيه تعالوا نتصور وإحنا مرة بنبتسم ومرة وإحنا إيه يعني في اللينات بقى ومكشرين شوية. ففعلا صورنا بعد ما بعتوا لي الصور اكتشفت ان اخويا وحبيبي وعشرة العمر سليمان عيد في الصورتين مكشر. في الصورتين ليه كده بس؟ فهو الوحيد اللي ايه اللي شكله يضحك بجد يعني. ففعلا انا نزلت الصورتين دول وكتبت يعني ايه اتفقنا على ابتسامة مرة وتكشيرة مرة، لكن سليمان عيد بقى. عم صلاح طبعا حضرتك موجود في هوجن ومشرف ومنور ومعاك ولادك محمد عادل امام وكريم محمود عبد العزيز. طبعا. وحياتك حتى قلت يا زعيم اما محمد نزل صوره قلت يا زعيم انت عرفت تربي. ايوه. ان حياتك تكون معاهم وتركيبه جميله زي دي، لو هتقول لي عن محمد عادل امام وكريم تقول لي عليهم ايه؟ ما هو بصي محمد منزل صوره بيني وبين اخويا وحبيبي الفنان الكبير قوي رياض الخولي، وقايل فيها كلام جميل. انا اعرف محمد من هو عيل صغير يعني. حسيت ان دي برضو فيها حته اصاله وجدعانه، ان هو يعني وعلى طول هو بجد على فكره مش شو، لا هو في اللوكيشن على طول على طول، لو انا موجود او رياض الخولي موجود محمد امام ده بيبقى يعني فاهمه ما اي حاجه لازم ياخد راينا ياخد بتاع. طب ايه يا عم استاذ رياض وبتاع، هو طبعا واخد عليها اكتر يمكن كمان من رياض الخولي. عشان كده انا عملت التعليق لاني خرجت انا بره بقى اطار ان احنا فنانين والكلام ده، وقلت له قلت لحبيبي طبعا الزعيم عادل امام قلت له والله عرفت تربي، لانه فعلا بصي رامي امام ومحمد امام انا اعرفهم من صغرهم وكنت بحبهم جدا من صغرهم، دلوقتي بحبهم جدا جدا، لان انا حتى قلت والله يا شريف التعليق الادب فضلوه عن العلم صح والفن في الفن صح. لو هنرجع تاني للفن، لو هنقول للناس عن هوجن يستنوا ايه او ايه المفاجاه اللي هيشوفوها في هوجن؟
هي مش مفاجأة واحدة إن شاء الله بإذن الله. بص أنا ببقى الآن هم أتكلم عن أي عمل مشارك فيه قبل ما يتعرض، أنا أحب إيه بعد، أنا عارف حضرتك بتحب بعد العرض كده نقعد نعمل لقاء بمزاج أفعال الناس بقى صح. الحقيقية الصادقة أبتدي أتكلم، عارفة لو العمل لا قدر الله ما طلعش كويس خلاص يعني ما بنتكلمش، ولو طلع حلو بنحمد ربنا إن هو طلع حلو. إحنا بنطبخ وما بنعرفش الطبخة في شكلها النهائي هتطلع ازاي، اقولها لك بامانه. انا ممكن اشيل الزعبوط اتفضل حضرتك اخد راحتي شويه بس ايه شعري كويس رجعت جان صح يا عم صلاح حياتك على طول يعني كده انا قاعد معاك عايز ابقى ربنا يخليك يا عم صلاح ف لا هو المفاجآت كتير قوي، المفاجآت مش في الاحداث وبس، وفي تركيبه الشخصيات، في تطور الشخصيات اللي هو زي بهلول الحمش اللي بعمله، زي كمال اللباد اللي بيعمله اخويا رياض الخوري، زي الدور بتاع كريم محمود عبد العزيز والواد اوسس اوسس الواد اوسس اوسس تخيلي مصر اسمه اوسس اوسس عم صلاح يعني بيلعب معاك مش اسبوع يا جماعه لا 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 تخبيش لا ده انا بحبك مسيطر دول ولادي دول امال ايه امال ايه. وبعدين قلت تعليق كمال كمان حلو قوي، كان هم كانوا عاملين صوره محمد امام وكريم محمود عبد العزيز وتحتيهم الاستاذ عادل والاستاذ محمود الله الله يرحمه صح وكاتبين ايه اللي خلف ما ماتش فعلا. انا الصوره عجبتني قوي اثرت فيا قوي، اثرت فينا كلنا بس بعد شويه بقى ايه فكرت كده ما انا عايز ده ادخل ما انا بحب عم صلاح حسن يعني استاذنا في السوشيال ميديا ايوه قلت لهم ايه بس دي ما شفتهاش انا بعمل كوميكس وبتاع وحركات والله الناس فاكرني الناس كتير فاكرني ان انا يعني بيستغربوا قوي انت بتجيب وقت منين. فرحت جايب صوره لابويا انا الف رحمه ونور عليه، ابويا مات طبعا من زمان قوي وحطيتها بينه الاستاذ عادل والاستاذ محمود، وانا رحت جايب صوره ليا حاططها عم صلاح يا جماعه ملوش حل دايما كده عشان اللي خلف ما ماتش الناس قاعد بيقول والله هي صوره مين اللي امي الله يرحمها ما كانتش تقول له الا ياسي عبد الله ياسي عبد الله ياسي عبد الله والله العظيم الف رحمه ونور. وانا صغير افتكرت ان ابويا اسمه كده سي عبد الله يعني انا اسمي صلاح سي عبد الله لغايه ما كبرت وعرفت بقى ان سيدي تقدير واحترام. وبعدين كبرت في دماغي مره بقول لنجوى مراتي بقول لها انا عايزك تقولي لي يا سي يعني يا سي صلاح يا سي صلاح بصيت لي بصه كده بقى هي البصه قلت لها لا 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 خلاص قولي براحة قولي اللي انت عايزاه وطلعت بقى قعدت اترحم على ابويا الله يرحمه ام الله يرحمها ربنا يرحم امواتنا ويرحمنا جميعا يرحمنا جميعا. عم صلاح انت هتنورنا على شبكه تلفزيون الحياه، احنا مش هنحرق حاجه من المسلسل، احنا بس كده قلنا ناخد يعني ايه حياتك تشرفنا كده ونستمتع باللقاء ده ويبقى يعني حاجه من الحاجات اللي احنا بنحبها دايما كل سنه. حياتك طيب ورمضان يقربنا على شبكه تلفزيون الحياه وان شاء الله بتمنى حياتك ومسلسل هوجن مزيد من النجاح يا رب. الله يخليك يا شيري انا فرحان طلعت معاك لان انا بحب اتفرج عليك كمواطن بقى كمتفرج ربنا يخليك يا رب. بس عايز اقول لك حاجه، انا عايز اوجه من خلالك ومن خلال قناه الحياه طبعا تحيه للمؤلف محمد صلاح العزب وتحيه خاصه جدا للمخرجه شيرين عادل المخرجه الكبيره هي مخرجه كبيره بس بالنسبه لي دي اختي الصغيره لاني انا برتاح لما بشتغل مع شيرين بحبها وانا بحب قوي لما اشتغل مع الناس اللي بحبهم. من خلالك بوجه تحيه لفريق العمل كله من اصغر واحد لاكبر واحد بجد كواليس هوجن يا شيرين كانت في منتهى الروعه وفي منتهى الجمال. بص الممثل بيبقى حابب ان هو في اوردرات كده يبقى حابب ان هو يروحها صح اكنه رايح فرح رايح يسهر سهره حلوه رايح يعيد حاجه كده يعني. فربنا يا رب يجعل كل اوردراتنا خير وسعاده. حياتك قلت حاجه مهمه قوي يمكن عشان هي فيها ادب واحترام
واللي فضلوه كمان عن الفن، عن العلم والفن. يمكن عن العلم والفن فيمكن هي عشان كده الكواليسكو حلوه قوي. ان هي كلها ناس محترمه وناس بتحب بعضها وعايزه تعمل عمل حلو. تمام والله كل الناس. طبعا احنا ما اتكلمناش على العناصر النسائيه، انت اكيد هتتكلمي براحتي. انا بخاف بس جدا. بس يا عم صلاح، هي العناصر العنصر الرجالي اكتر من العنصر النسائي في المسلسل. لا لا لا، احنا معانا في ما انا عارفه، بس انتم مسيطرين اكتر. انتم مسيطرين اكتر يا عم صلاح، احنا زعلانين منكم. هو قالكم ايوه بقى عضلات. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين جميعا يا رب. ومن شرم الشيخ وبعد أجواء حفلة أكثر من رائعة، هتكلم لبناني وأقول حفلة والعانة. معانا النجم الكبير عاصي الحلاني، منور شبكة تلفزيون الحياة. والعانة الجو. والعانة الجو. أنا هتعلم لبناني النهاردة. أيوة. هو كده. حياتك كنت بتقلدني قبل ما نبدأ اللقاء، قلت لي هنعمل دلوقتي مع الفنان عاصي الحلاني، وهنسأله عن حفلة شرم الشيخ اللي هي كانت أكثر من رائعة. وكمان إيه كمان؟ تقول إيه كمان؟ طب يلا اتفضلي. عايزه طبعا ابارك لحياتك على الحفله، بجد كانت جميله جدا، كلنا استمتعنا. ولازم اتكلم عن الولاد، ولاد حضرتك بجد الله، هيدي نعمه من رب العالمين اعطاني اياها اولادي، انا فرحان فيهم وبحبهم، وبعتبر انه يمكن احلى شيء عملته بحياتي انه عملت هالعائله الحلوه اللي انا فخور فيها. زوجتي وماريتا ودانا والوليد اللي هن نور عيوني، والله يا رب من عنده يطعم لكل حدا بحاجة العائلة، أنه يكون حده عائلة وأولاد، هو بيطمح أنه يكون عنده أولاد بهذا الشكل، وهيدي نعمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا يخليهم لك يا رب. المال والبنون زينة حياة الدنيا. ونعم بالله، ربنا يخليهم لك يا رب. النهاردة شفنا كمان في الحفلة كنت بتغني أغاني لمصر، أنت عامل حاجة جديدة كمان. أنا بغني كل حاجة، أنا كل حاجة قريبة لقلبي بغنيها. يعني أنا مني حدا عامل حواجز بحياتي الفنيه انه اليوم اذا انا مطرب لبناني لازم اغني بس لبناني، لا بالعكس، انا اليوم مطرب لبناني عربي مصري، وافتخر بهذا الشيء، لانه بالنسبه لي مصر هي قلب العروبه، وهي هوليود الشرق، وهي البلد اللي اعطتنا اهم وافضل، ويعني فنانين ربينا على الموسيقى تبعهم، وربينا على اصواتهم وألحانهم، من عبد الوهاب لأم كلثوم لعبد الحليم للصنباطي للموجي ل يعني السيد مكاوي، كل هالفنانين الكبار هن مدرسة بالنسبة لي أنا شخصيا، وبتصور هن مدرسة لكل فنان بغني عربي بهذا الشرق. للحقيقة كان في لسه عند حياتك حفلة ناجحة جدا، وجيت على شرم الشيخ والحمد لله حفلتين أنجح من بعض، نقدر نقول إيه ليلة من العمر كانت النهاردة؟ أنا كل ليلة بكون فيها بمصر بعتبر ليلة من العمر. لأنه مصر هي العمر كله. جمال، شفتوا يا ربي ما فيش أجمل من كده. يعني ما في أحلى من مصر، وما في أحلى من شعب مصر، الشعب الطيب الصدوق والصديق الوفي، وما في أحلى من محبتهم. بتحسي أنه أي حدا بيطلع فيك بعيونه بتحسي فيه محبة ومودة. الشعب المصري شعب محب ومخلص. فأنا لما بكون بهالبلد بحس حالي بعدني ببلدي بوطني، ما انتقلت من بلد إلى بلد. في حاجة لازم أقولها عن أستاذ عاصي، في فترة معينة كان بيجي يعمل حفلات خيرية وبيتبرع بأجره هنا في القاهرة كتير بالضبط، ودي شهادة لازم نقولها لحضرتك وبنشكرك يعني عليها. أصعب الأوقات اللي كانت مصر عم تمرق فيها كنا نحن حتى بشرم الشيخ عملنا عدد كبير من الحفلات اللي كانت هي لتنشيط السياحة، وبمصر أثناء الثورة وبعد الثورة لما كان في وضع البلد يعني على المحك مثل ما بيقولوا باللبناني، كنا عم نجي ونعمل حفلات لجمعيات إنسانية وخيرية، وعم نرجع نعمل حفلات لتنشيط السياحة في مصر وفي شرم الشيخ وفي الساحل الشمالي، لأنه أنا بعتبر مصر هي جزء مني وأنا جزء من مصر، وأنا ما بنكر أبدا شو قدمت لي مصر من أوائل التسعينات لغاية اليوم. دايما الشعب المصري حملني على كفوف الراحات مثل ما بيقولوا، وغمروني بمحبتهم ولطفهم، وتاريخيا دائما في بين لبنان ومصر علاقات تاريخية وعائلية واجتماعية ما بينهيها لا زمن ولا وقت ولا
اي تغيرات تحصل بالمنطقه. الفارس دايما بيجيب الخير معاه. النهارده كان في عدد كبير جدا من الجاليه اللبنانيه كانت موجوده في الحفله. أيوة. وكان نقدر نقول ايه، كانت ليله لبنانيه في احضان مصريه مصريه عربيه. فعلا. الالبوم الجديد اخباره ايه؟ انا في حياتك بتسجله ايه؟ احنا عم نسجل ان شاء الله، والالبوم مفروض على اول الصيف ان شاء الله. وفي مجموعه من الاغاني بنحضرها، يعني في مصري، في اغنيتين لغايه دلوقتي باللهجه المصريه، والباقي حيكون باللهجه اللبنانيه واللهجه البدويه اللي الناس حبوني فيها، زي واني مارق مريت ويمامه واللون ده. النهارده كنا كلنا بنسمع واني مارق مريت كاننا لسه سامعينها امبارح. الاغنيه دي بجد يا استاذ عاصي ازاي ناجحه كل السنين دي؟ نمسك الخشب ما شاء الله. يعني صارت هي جزء من تراثنا. صح. العربي بالاغاني، كان واني مارق مريت وان كان يمامه وان كان يناكر المعروف. الاغاني وعذبوني في كثير اغاني من الارشيف تبعي، صارت هي جزء من التراث. صح. الاغنيات العربيه، وهذا شيء اكيد بيسعدني وبيشرفني انه قدرت انا اعمل بصمه من خلال مشواري الفني اللي هو اذا بنرجع لاوائل التسعينات، يعني ما يقارب ال 29 او 30 سنه من العطاء والبحث والشغل والتفكير، ولاني اقدم اشياء دائما تكون مميزه، اشياء تكون مختلفه، اشياء تكون بتشبهني وتشبه هويتي اللي انا هويتي الفنيه، لانه كل انسان منا او كل فنان عنده هويه فنيه، من 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 ايام عبد الوهاب لفريد لهاني شاكر لجورج وسوف لكل هالفنانين الكبار. صح. بتلاقي كل واحد عنده هانك وهويه باعماله. وانا قدرت عملت شخصية بأعمالي اللي قدمتها، وعملت هانك يشبهني، وصارت الناس لما تسمع الغنية تقول هيدا عاصي اللي عم يغني، ما عم بيقلد حدا تاني، وإذا حدا قلدني بيبين أنه هو عم بيقلد عاصي مش هيدا عاصي. حتىك قبل كده سمعت لك في مؤتمر كنت بتقول ناس كتير أصواتها حلوة بس مش كل الناس نجوم، فنقدر نقول كده فعلا؟ لا، النجومية حاجة والصوت الحلو حاجة تانية. يعني بتلاقي بعض الأحيان وللأسف أنه بتلاقي أصوات جميلة جداً وبتضطربي لسماعها وبتسمعيها وبتحبيها، ولكن هن مش نجوم. ولكن النجم هو حاجة تانية يعني، وهيدا بتصور كل الناس بتوافقني على هذا هاي الشيء اللي عم قوله، لأنه فعلا النجوم معروفين، النجوم مش كتار، معدودين في الوطن العربي، وإنما اللي بيغنوا كتير حلو في كتار. الأغنية الأخيرة تجنن، مودها حلو وتصويرها حلو ومزيكتها حلوه، وطبعا حياتك صوتك فيها رائع. نجحت نجاح كبير جدا، عملت مشاهدات كثيره قوي لغايه دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. هي حبينا يعني نحن، انا دائما بجرب انه غير بالموسيقى، بجرب قد ما فيي انه غير وطور. ومثل ما انا ابتديت ببدايه مشواري باللون التراث الشعبي والفولكلور، انتقلت الى الاغنيه البدويه اللي فيها اللي هي الطرب الشعبي، واني مارق مريت وعذبوني ومالي صبر يا ناس وكتير اشياء. رجعنا بعدين عملنا مود جديد، كان بحبك وبغار والهوا طاير طاير والاغاني وان كان عليا. بهذا هلا الفتره اللي مرقين فيها حبينا نقدم شيء مختلف عن كل اللي قدمناه. قدمنا شو بخاف عليك اللي هي هيك مودة شبابي فعلا، بالحفاظ دائما دائما انا قد ما اطور بس دائما عندي تاتش بتاع عاصي حلاني دايما. صح، تاتش تبعي، وبنفس الوقت كتير دقيق على موضوع الكلمة دايما، يعني بنتقل الكلمة، وبيهمني دايما الكلمة تكون موزونة وفيها شعر، ما تكون عد أو مجرد كلام عم نقوله. فحبينا نغيره، عملنا هذا اللون والناس حبينه والشباب اليوم حبينه. هلأ بالألبوم الجديد في تغيير كتير، ده أخبار حصرية عن الألبوم الجديد، احنا سمعين ان في مزيكا مختلفة، في أخبار جديدة بالألبوم يعني، وعناوين جديدة ونموذج جديد من الأعمال أو من الكلمات والألحان اللي رح نقدمها والتوزيع الموسيقي الحديث. إن شاء الله قريبا بتشوفوا أو بتسمعوا الألبوم. احنا مستنيين الألبوم ده على نار. حياتك سجلت أغاني منه لغاية دلوقتي؟ انا سامع ان في تسجيلات وحصلت حاجات في تركيا وحاجات تقريبا في مصر. لا، كل الاغاني تقريبا تسجلت، بعدنا نحن مرحله الميكساج والماسترينج، يعني بالفاينل تقريبا. الحفلات الجايه فين يا فندم؟ نحن دلوقتي رح يكون في عندي طبعا نحن داخلين على رمضان ان شاء الله، في حفله بمصر القاهره نعلن عنها الاسبوع القادم، وفي عندي بلندن، في طبعا مهرجانات بلبنان مثل كل سنه،
مجموعه من المهرجانات بعده مناطق بالاضافه لحفل بدبي وعندي السعوديه كمان. نورتنا وشرفتنا. شكرا لك. شكرا لحضرتك. كلمه تقولها لجمهورك في مصر. شكرا لك. ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير، وان شاء الله دائما نشوفكم على احلى شيء ممكن، وتكونوا دائما سعداء. واتمنى انه هالشهر الفضيل القادم علينا يكون شهر خير وبركه ومحبه لكل الامه الاسلاميه والامه العربيه بكل العالم. ومسك ختمنا النهارده كان فارس الاغنيه العربيه النجم الكبير الميجا ستار عاصي الحلاني، نورتنا. دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم بعد رمضان وبرنامج عين. وكانت معاكم شيرين سليمان. تشاو.